هذا المسلسل برعاية بنك الكوري. يا غربة البني يكفينا أخبار وصفات قبلنا، كل المطارات تعرفنا إلا الوطن صار ناسينا. واحنا مع الوقت في سفرة ورا سفرة، يا ضربة البني يكفينا أخبار وصفات تهمنا، كل المطارات تعرفنا إلا الوطن صار ناسينا. يا ضربة البني يكفينا أخبار وصفات تهمنا، كل المطارات تعرفنا إلا الوطن صار ناسينا. حبيبة خيالي فرج الكربة، هو الشوق والذكريات ولمة الصحبة، هو الشوق والذكريات ولمة الصحبة. أظن اليمن يا درر والنغمة هالعذبة، أظن اليمن يا درر والنغمة هالعذبة. يا ضربة البني يكفينا أخبار وصفات تضنينا، رأيت ان انا ملفوف بكفن والناس طرحوني وسط تابوت من حق الاموات. تعذب من الشيطان، كلنا نتراي نحناش نموت، انكتب لك عمر جديد. ايوه بس لما قفلوا التابوت عليا طلع التابوت انه الشنطه حق مسعود اللي عبد الوكيل اللي جنب البياره حقي. بسم الله الرحمن، ايش جاب سيره الشنطه الدبر هذه؟ شو الله يرحمه لما طلبني اروح انا وعبد الوكيل للمستشفى قبل ما يموت ذكر لنا شنطة مسعود. ايش ذكر في بس؟ ذكر ابا مالك يا ابني؟ عمي محفوظ مدري ماله. اخي محفوظ ماله؟ الله 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 ربنا، الله 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 حسبنا، الله 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 الله. عظم الله اجرك حافي، اجرك عظيم ان شاء الله. الحمد لله الذي مات بعد ما سامحك، لكن ما سامحكش كانت تحصل عافيه لا دنيا ولا اخره. الحمد لله الحمد لله. الله يرحمه ويسامحه. اكيد شي سامحه، اذا كان هو سامح اخو حافظ بعد ما له حق الاخضر واليابس كيف مش سامحوش رب العالمين؟ يا ابن ادم يا ابن ادم ما لنا فيها بقاء، عمرنا قد ضاع فيها في شافا. والله اقرك يا حافظ البقاء لله. الحمد لله الحمد لله. طب الله اقرك، طب الله اقرك، طب الله اقرك، طب الله اقرك. ما
بلي تعال. ها. نجيب ابن المرحوم. هذا ابن محفوظ. هاوا. ألف ألف مبروك. مساء ولد حليمة. فضحت الله يفضحك. هذا حامل بالشهر الرابع. ما يهم يا دبوان، هو باك هذا عز عزربك ربي. معذرة منك يا أخي. الحمد لله الحمد لله. البقر اللي عظم الله أقرب. عذركم عذر. عاقل نعمل الحمد لله على السلامة الحين وصيل. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا عاقل. الله يسلمك. أقول يا عباس يا كبير الراس. فارس زوجته كيفهم؟ كيف صحتهم؟ إيه تعب تعب يا عاقل. ونجيب مسكين تزلق على البياز هناك سريع. الحمد لله بعنا البنة اللي عاد باقي معانا ورسلنا بالبياس مع مسعود وزوجته. خينا يتخارقوا. الله يعينكم. الله للحقوا خير منك ابو. الله يعينكم. علي ابن المرحوم. عظم الله عقركم يا نجيب. عقركم عظيم. الله يعينكم. عظم الله عقركم. عظم الله عقركم. الو اقرانا واقراكم على الله يا عبد الوكيل. الحمد لله الحمد لله. سامحني يا اخي يا حافظ، سامحني والله يعني مقصر معاكم، لكن لا احتجت حاجه ولا شيء امانه ما يردك الا لسانك. امانه عليه اخوك عبد الوكيل تاشر له الاشاره ولا رساله، هذا انا قلت له. الله يلهم قلبكم الصاب. مع سلامة الله. مع السلامة. مع السلامة. حقي حقوقي. ها يعني قصدك خلاص بالكلمتين هذا قعد زيتهم؟ ها من أعمال يعني ضروري تصير بنفسك لوسط القرية هذه، تزوجت فيها وعولت فيها، يعني ضروري تصير لها. أنا كنت بالزنية معك نصير نعزي جمعة قواهي. أنا مليون مرة قلت لك ماشي تعيدي الذكر هذا، ولا تقولي اسرح قرية المفرق ولا اسرح قرية القن والعفاري. يعني ايش تدري؟ ايش السبب؟ من وقت ما رجعت من الحبشة وانت لا تشي تذكر اسم قرية المفرق ولا تشي تسمع سيرته. ايش به؟ ايش عليك؟ علي لعنة الله، علي لعنة الله العزتي تتعلق فيك بالموضوع هذا. اسرح لقرية المفرق وسيبك وقلسونا. لا خلاص خلاص انا اسفه يا حقي حقوقي. اخر مره انا اشتكي دائما تجلس معانا ودائما تكون معانا. يا بابا لا تصير وتفلتنا، اشتكي تكون دائما معانا. انا في ذلك يا حبيبه قلبي. ايوه هو اللي ناقص. اجد اودي جواهر لقريه المفرق، ما بعد حرمنا تسمع بالهلا والملا تقول لهم اللي حصل. يا فرحتك يا مكريت، يا سرحتك يا عبد الوكيل. يا رجال صيح لصاحب السيارة بعيدة من الطريق، سد الطريق الله يسعد نفسه. يا أخي شغلتونا شغلتونا، أنا منشد مش مرور هنا. طيب كم رقم السيارة؟ أنا ما أدري، أنا شغلك أبصر لك كم من الرقم. أقول لك هذا الميكروفون، صيح لنفسك ورجعه. طيب صار كم رقم السيارة هذه اللي واقف في الخط؟ خلاص خلاص قد جاء صاحب السيارة وشلّه. أمانة؟ والله والله. الحمد لله. ها 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 ها. أين استرعى يا عباس؟ مريم خرجنا نفسح مكان للناس، الناس عدم جايين. مال اسمع اسمع شو سألك يا رجل مالك عقيل؟ من أين قاعد ابن محفوظ؟ ومن أين محفوظ له ابن بهذا الحوم؟ ما ليهم يا دبوان، هذا نجيب ابن محفوظ من زوجته الثاني اللي بالغربة. نسيت يا دبوان اني محفوظ جلس سنين بالغربة وراجم بحليمة الهبلة هنا سنين. لا 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 شطاك شطاك شطاك. الله هذا محفوظ يستحق الذي حصل له من حافظ، ترك مرته لحافظ ومرته يتملطشوا به، لكن ما نقول فورا. ما لي عيب، عيب يا دبوان، اذكروا محاسن موتاكم. هذا نحن نذكر. محفوظ كان ما يقصرش مع حليمة وكان يرسل لي بكل شيء، البياس والهدايا والملابس، لكن لولا هذا المدبر، هذا المدبر حافظ حافظ المدبر، كان يلهق على كل شيء، البياس والملابس والهدايا، ولا يخلي لحليمة شيء. لا والله ان هذه اللي هذه اللي انديتي صاحبي مكانه. الرجال يعني لا رحم اخوه، اكلوا بغربته اكلوا برقعته، طردوا من البيت يا رجال حرام ما انسي يوم طردهم من البيت خرجوا حليمه وعياله.
يا رجال مع ولا أخوة ولا إنساني عنده وزاد ما هو يجمع البياس الرجال المراكن يروح على بيت أكل البياس وطرد الرجال لكن بوراب وبالرغم اللي عملوا هذا المدبر حافظ محفوظ الله يرحمه إلا أني محفوظ الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه كان أخ وفي ومتسامح سامحوا ورجعوا للبيت وعياله زاد رجعوا للورشة يشتغل بيه إلا صدقك والله الله يرحمك يا محفوظ أمان الرجال هذا كنا الدعوة والرحمة على صدقة صدقت يا صاحبي صدقت والله صدقة دنيا وآخرة أمان ربي كان شي جلال هذا المدبر حافظ يجلو ويطرح لنا كل مسكين مالي عيب مالي عيب يا دبوان حافظ حسابه عند أرحم الراحمين شي خارجنا ويخارج الناس منه أقول لك براب شخرك حق محفوظ ومرته وعياله ونور يا بنت عمه اللي ظلمه وبنته الذي باع للعاقل بيع وزوج للعاقل الشيبة هذا والعاقل هذا عدو أظلم وضرط من حافظ كيف طاوع قلبه يزوج بنت عادي أصغر من عياله لقيت لسيت حرم ما ظالم إلا حافظ الذي باع بنته لواحد شيبة قوسع جده مليهم خلاص يا دبوان ما بيش داعي نمبش عيوب الرجال مش مليح نجيب ابن محفوظ يسمع هذا الهدر على عمه صدقك صدقك لكن بورب يا سيد عليهم يا سيد الو الو تست تست الحمد لله المهم نجيب ما سمعش 45 عبد الوكيل هذا فلوس من اديته الفلوس هذه بكلها لا يكون سرقتها الا سرقتها سرق حقنا اعترف استهدي بالله يا مرا استهدي بالله استهدي بالله ركلوس استهدي بالله استهدي بالله هذه بياسي بياسي حق الحلال هذا امتقى عمري تعب السنين كله هذه بياسي روحنا بأمس قدامي قبالك انا وناقي وانت زعلان امس روحنا بالليل بس انا كنت اظن انهم شوالات بن طلعت فلوس شوالات بن مش اديهن انا شوالات بن شوالات بن شو اديهن المخزن يعني هذا الوقت كان من الصدق يعني البن بدي فلوس هكذا خير ايوه البن يدي فلوس بس لو الناس يفهموا ولا يدي بياس من انا عملنا من انا اشترينا الدراده بكله من انا درسنا ابننا صابر بالهند والسين ها بس انا عمري ما قد شفت معك يا عبد الوكيل هكذا شوالات فلوس هذه اصلا كنتونا طارحين دولارات بالبنك كنتوا طارحين دولارات بالبنك وبعد ناقي مكني الدولار طلع الدولار نزل قال الدولار شريعة يضرب قلنا نصري مقرب حظنا يعني حصلنا لنا اللقمة تمام فطلعت كثير تكاثرت لما رجع علينا ها بس انا يعني انا كم لي مزوجة بك ولا عمرك قد قلت لي ان معك هكذا فلوس خيرات اوكي حق حقوقي يعني ما تتزوجش علي صح ما تتزوجش صح والله لا يعني حاليا يا الله ما خرجك لكن اذا انت يعني قلق فمشي قلنا نصي ما لبنادم زوج ما نطاع لبنادم زوج ما نطاع انا اقول لك انا اتزوج عليك انت ما قصيتيش اصلا ما قصيتيش وانا ما قاعدتك وانا يحن قلت لك هيدك يا حقي وحقوقي وان دائما تجي عندي غير في السنة مرة بتتفقد البن اكثر ما بتتفقد زوجتك وعيالك خلاص هذا انا قلت لك هذا انا قانا هنا ضريت شيتك جيت ابني علي تتذكري انا ذا انا قانا عندكم خلاص مع سيكم خلاص يا حقي وحقوقي انا بدالك هي حقك اين استسرع لا تكوني خبرتي الخبر قوصي عاد انا ما قد شميته يعني شميهم بعشر صيني انا في دالك صلي على النبي كم يشكرك الخبر بيننا انا اخاف من الجملة هذه من اللي دقدة من اللي دقدة واه عم عبد الوكيل ما معنا للدقدقة واه ناقي ما معنا للدقدقة الساعة هذه مش لنا ثلاث ايام احنا سهراني مشان ارقد لنا انا هقع لنا ارقد انا اسف يا عم عبده بس انا فارح
انت اسف ولا فارح؟ انا فارح بس اسف يا عم عبد الوكيل، انا قلت اجي افرحك وابشرك. اشهد يا الله السحر قد ضرب الفيز حقه. مش تبشرني بماهو؟ الدولار نزل. ما هو؟ الدولار نزل. ما نزل يا عم؟ لا لا هبط هبط. ها قصدك عين نزل سعره؟ ايوه. كم نزل؟ نزل في الدولار الواحد 50 ريال. 50 ريال؟ حركاتك يا عم. الله 50 ريال. ها والله اني ضربه. ضربه قويه يا عم حتى. والله اني ضربه وناقي. ايوه يا فرصتنا. كيف نعمل؟ كيف نعمل؟ حيقول لنا لقمه. لقمه لقمه يا عم حتى نقول لقمه. مدري ما هو انا قلبي ناكز كم مش مطمئن للشغل هذه. لا ينكس قلبك ولا شيء يا عم عبد الوكيل، كل بعدك يا ناجي. بعدك وناقي. اخر يا عم عبد الوكيل. تفضل. ايش تسرع؟ تدخل بتوك مكرونه. المراقد حقك عندي. لا لا المساكن حقك عندي. يا عم يا عم عبد الوكيل انا قلت اقدك ابي وامي وكل شيء، ادخل احمل البياس. سمع بنا قول لهم البياس، سمع بنا. بعدها كل جواهر تسمع بي من داخل وانت تسمع بي من خارج. ها اصلا ما نشيش احد يزهق. ابدا ابدا. بعدك لا عبد الوكيل ذكي ذكي ما بينك وناقي. الله يفتح عليك. كريس هنا تمام. كريس هنا وانا ادخل وقيلة. يلا حركاتك يا عم عبد الوكيل حركاتك. ناقي تحمي السيارة تمام. تحمي السيارة قربت لهنا. فايش تحمي السيارة كيف سكتة؟ أنت بس قربي لأونا. سكتة لا تكش تأثر الهدى. تمام. قربت لأونا شو نحمل البياس مع القواني البو. الشوايل البن ما دخل البن. أنا ما أنا الصيرفي وناقي. ناقي ما أنا الصيرفي. أنا مزارع. ها. أهلا يا عبد الوكيل تشرفنا يا عبد الوكيل. الله يحفظك. ها. اقفز اقفز حمي السيارة. يقفز حمي السيارة. وقفت على هنا. ايوه قربتش نحملهم ما حد يجيها. البون مع الفلو. حركاتك يا عم عبد الوكيل حركاتك. قلنا له تفضل غدا ولا ما قلنا له؟ محفوظ ما فيها رخيمة محفوظ. السلام عليكم. الله يرحمك يا محفوظ. يصبرك يا نادية. معلش حق الله. كلنا بنموت. الحمد لله. نادية. يلا. يلا روحنا. تأخرنا بنت عمي، معنا عمل لازم نمشي. انت مش مجنون؟ اخرج من بيت اخي ماله الا يوم واحد منهم مات. انت مجنون يا نادية. ما نشكيش نضيق على الناس. بعدين طبق ناسي ان احنا بعد معناش بيت هنا قد عناها. هذا بيت اخي مش بيت غريب. خاف عليك يا عم نبيل. لو مش اعطوه البيت شالتكم الارض يشيلكم فوق رؤوسنا. وبعدين لسه العزم ما كمل وتوني واصل اليوم. ابغى اتعرف عليكم، مشتاق لكم كثير. تسلم يا ابني تسلم. المدينه قريبه مش بعيد. بعد احنا نسير ونجي ونتعرف كثير. بعدين سياره معي يا ابني. وما اخبش عليك ما هي عمل وعمتك نسى العلاقات حقي بالبيت. الله لا اله الا الله. السلام عليكم. المعذره منكم تاخرتوا بالديوان. انا ما جزعوا كل الضيوف خليت عيالي. معلش مش كلها شغل. عظم الله اجرك يا اختي. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. كيف حالك يا ابني هاني؟ you
وبينك أنت إيش تعرف مالك؟ أقول لي قلبي يوكني الرجال هذا مكنه دخل خرجة سرحة رجعة له ثلاثة أيام هو غائب والآن قجع قهو يحمل وراجع للمدينة لا يأكلك قلبك ولا شيء أني شسرح لعند جواهر مرته ويش تبقى بقلب الهدر كله الهدهد جواهر كان أمس تشتو يطلقه قالب الدنيا كلها على رأس عبد الوكيل وأنا قلت الحمد لله افتهم له شت سيب الرجال هذا الرجال بكر ولا كأنه بالبلس بلس ولا كأنه بوشين جمعنا القرية لعنده ويسمى أبو إنه تزوج وإنه معه شغمة جهال كيف بردة كيف؟ كيف بردة؟ لا مو بردة مو عمل له عمل له سحر أكيد عمل له سحر سامع عمل له أصحاب القرية كلهم بعده يعني يقول لهم يمين يرجعوا يمين يقول لهم شمال يرجعوا شمال منين المحبة هذه؟ مو هو الملح بينه لما يحبوه كقولي لي المحبة من الله وبعد أنت لماو قلبك يفحرك لماو حبات بورس محبة من الله والله ما يحب إلا بيزه فلوسه زلطه موني موني ما هم جارب منين الدي قدي من زراعة البون زراعة البون ايه زراعة البون شتخلي بالزبنه للهند يدرس بألف الدولارات استهدي بالله يا رجال ذوها ابننا رضوان يدرس بالهند والكول وما حيذكر احنا يدرس بالهند ابني رضوان يدرس بالهند على حساب الدوله على حساب مي الدوله يعني مش على حسابي هذه الشنطه حق عمي مسعود اللي سرق مني عبد الوكيل إلا لا خلا اللي سرق منا الدولارات ورقم بين البيار حق حافظ أهلاً 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 والله سراق التأخر حقك هذا تبتسق قم 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 إذا انت لك تجلس طيب إذا انت لك تجلس أنا رضوان الحركة هذه مش سياش مرة ثانية تدخلنا بأدب سأل سلم طيب أيوة حبيبي الشكل اللي بتفضيل الشقة معي فعالية من الفعاليات القرارية فعاليات الإرهاق والتمسك مش معك الصباح تودي أبو نسوان للمستشفى أوه تذكر الموعد فنان شاطر حبيبي أنت اللي بتودو أنت معك بكر أنت وتدور المستشفى صابر صابر مش ناوي تبطل الحاجات هذه حقها مش ناوي ياخذ غير الطريقة اللي تمشي فيه المعلومة هي دائما تقول لي في به اكتبهم بلوحة فلقتني يا هنا عشان كل يوم أقراهم ما تقدر تهرمني دائما فهمتني يا حبيبي تفضيل الشقة الآن عفوا ما أقدرش ما أقدرش أفلت الشقة وامشي سمع أم عبد الوغي؟ أم عبد الوغي؟ راكت والله أنه راكت خليه يفتن ويرقد وأنا أدفع كل شيء يعني اللهم أضيبك يا أم عبد الوغي وأنت أنا داري أيوة تمام ويرقد بس وأنا أنا أفعل كل شيء يعني يا شباب هيا جو نزلوا العشوالة يلا 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 احسن ولو باب الأمل مغلق كذا الدنيا تموت